اليوم سنلعب لعبة المدرس الشريرة، لكن قبل أن تبدأ هذا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. هاي المرحلة عم بقولوا إنه هي لتشرب بعض العصير. نحن لازم نحط بيضة عفنة بالعصير ومشان نخبيها. إيش هذا؟ إيش هذا؟ نخبي البيضة بجوز الهند، ولما بتشرب بتكون تعمل بيضة العصير. هاي أنا متوقع أن أشتري، لأنه يعني يمكن أكيد 100% إنه المدرس الشريرة خايفة على الأخير حتى اشترينا. مشان خلي المدرسة تخيل. إيش بك مشان ما بلشت اللعبة؟ إيش بك هيك؟ الله أكبر. لا لا يا هبلة يا هبلة، إيش مرمودة فيك ولا هبلة ما فيك؟ هبلة هبلة أفوت مثلاً. هبلة ضليك محبوسة، إن شاء الله تقتلي، إن شاء الله تموتي أنت بأذنتك. يا موتي موتي يلا حطولي لايك.